حياك ربي. يا مرحبا استاذ احمد. يا بعد راسي تكلم لي بدقيقه وصف لي فيها، او تكلم لي عن فهد بشكل عام. تكلم بدقيقه. طاب لك الحمد، فهد نفس ما هو، ما تغير. بس لو تهجد زي كذا عشان المايك. وين؟ ايه ايوه تمام. اسلم. اقول فهد اللهم لك الحمد، تشوفه في خط اعلامه وتشوفه في حياته العاديه، فهد فهد. حلو. يعني هذا اللي اشوف فهد من الناس الهاديه. ما تصنف نفسك انك عصبي؟ انا اشوفك عصبي احيانا. انا عصبي، انا اخر واحد عصبي. والله العظيم اني عرفتك من اول ما دخلت البيت. لا ما يعصب عليك فهد. يا اخوي. طيب. انا اخر مره عصب علي بعد شوي. بعد شوي، الى الان ما يعصب، فهد مستحيل انه من الشخصيات اللي مستحيل انه لا اللهم لك الحمد. فهد قلبه كبير. لانك كبيري والله يا فهد الكبير، الله يشهد علي. طيب.